السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس الثالث من دروس النحو. في الدروس الماضية درسنا أول شيء الحرف، وقلنا إن من الحروف الهجائية تتركب الكلمات العربية، وتكلمنا بعد ذلك عن الكلمة، وقلنا إن الكلمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، تنقسم إلى فعل واسم وحرف، وبينا معنى الكلمة وأن الكلمة هي لفظ مفرد دل على معنى. واليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن أقسام الفعل. أقسام الفعل ما هي؟ تقسيم الفعل. طيب، إذا أردنا أن نقسم الفعل، نقسم الفعل من حيث زمن الفعل. يعني هنا التقسيم من حيث الزمن، يعني من حيث زمن الفعل. وأذكركم بما درسناه من تعريف الفعل. قلنا إن الفعل كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمن. إذن عندنا المعنى مع الزمن. وقبل أن أذكر أقسام الفعل نتكلم عن الزمن أو الزمان. الزمن، يعني إذا نظرنا إلى الزمن فنحن الآن في وقتنا الحالي أو الحاضر، هذا نسميه الحال أو نسميه الحاضر، في وقتنا الحاضر هذا زمن. طيب، قبل هذا، قبل الحال ما هو؟ وبعد الحال ما هو؟ قبل الحال هذا هو الزمن الماضي، وبعد الحال هو الزمن المستقبل. إذن هذا التقسيم من حيث، إذن هذا تقسيم الزمن نفسه ليس تقسيم الفعل. عندنا الزمن، زمن الماضي هذا شيء مضى وانتهى، أو زمن الحال أو الحاضر هو الذي نحن فيه الآن، هذا هو الآن، أو زمن المستقبل هذا الذي سيأتي يحدث بعد ذلك. إذن عندنا الماضي، هذا مضى وانتهى، والحال أو الحاضر هو الوقت الذي نحن فيه، والمستقبل هو الذي سيأتي بعد ذلك إن شاء الله. نعود الآن، إذا أردنا تقسيم الفعل من حيث النظر إلى الزمن، فما هي تقسيمات أو فما هو تقسيم الفعل من حيث الزمن؟ تعالوا. إذن عرفنا أن الفعل يدل على كلمة دلت على معنى واقترنت بزمن. إذن عندنا معنى مع الزمن، هذا يعطينا الفعل. طيب، الفعل إذا نظرنا له من حيث الزمن سيكون عندنا الآن ثلاثة تقسيمات. عندنا الفعل الماضي، وعندنا الفعل المضارع، وعندنا فعل الأمر. طيب، مثال ذلك في الماضي عندنا مثلا كتب، خلاص كتب وانتهى، هذا حصل في الزمن الماضي. يكتب،
هذا يحصل الآن ويستمر في المستقبل. الأمر اكتب، هذا فيه طلب اكتب، وهذا الفعل يحدث بعد الانتهاء من الكلام. إذا انتهيت من الكلام فسينفذ من طلبته هذا الطلب. ولذلك الزمن هنا الفاصل فيه الكلام، الذي يكون قبل الكلام هذا ماضي، الذي يكون في وقت الكلام هو الحال أو الحاضر، زمن الحاضر، والذي يكون بعد الكلام هو زمن المستقبل. إذا عندنا الماضي مثل كتب، المضارع مثل يكتب، الأمر مثل أكتب. مثال آخر، عندما نقول مثلا فهم وانتهى، يفهم الآن، والأمر افهم، استفاد وانتهى، يستفيد استفد، درس يدرس أدرس. طيب إذن نقول هنا في تعريف الفعل الماضي هو ما دل، يعني الذي يدل على حصول شيء فقط. لا، لا يكفي هذا، أي فعل هو يدل على حصول شيء. يعني الفعل الماضي، الفعل الماضي دل على حصول شيء في الزمن الماضي. طيب هذا الفعل الماضي، إذا دل على حصول شيء هذا هو المعنى، والزمن هو في الزمن الماضي. طيب المضارع هو ما دل على حصول شيء أو حدوث شيء متى؟ هذا هو الفعل المضارع، دل على حصول شيء، هذا هو أي فعل، زمنه في الحال، يعني في زمن الحال أو الاستقبال، يعني في الحال أو المستقبل، هذا زمنه. يعني يكتب دل على حصول شيء وهو الكتابة، في الحال يعني الآن أو الحاضر، أو الاستقبال يعني في المستقبل، لأننا مع الفعل المضارع أيضا نقول مثلا سيكتب. إذا قلنا سيكتب فهذا فقط دل على حصول شيء في الاستقبال، سوف يكتب. طيب الأمر نقول هو ما يطلب به حصول شيء، لأنه أمر فيطلب به حصول شيء، يقول لك افعل كذا. وما زمنه؟ قالوا بعد زمن التكلم. طيب زمن التكلم الذي يكون بعد زمن التكلم هذا في المستقبل، في زمن المستقبل. إذن عندنا الآن الفعل ينقسم إلى ماضي ومضارع وأمر. طيب الآن عندنا فائدة، لماذا سمي الفعل المضارع بهذا الاسم؟ وما معنى كلمة مضارع؟ كلمة مضارع جاءت من الفعل ضارع، معناه شابه، يعني فعل المضارع يعني فعل المشابه. مشابه لماذا؟ هذا إن شاء الله يعني يتعرف عليه الطالب فيما بعد إن شاء الله تعالى. لكن على كل حال هذا الاصطلاح في التقسيم هنا أن تقسيم الفعل ينقسم إلى ماض ومضارع زمنه الحال أو الاستقبال وأمر. هذا ما أردت بيانه اليوم، وأسأل الله أن يوفقني وإياكم لكل خير. والآن نقرأ الدرس ونحل التدريبات. بارك الله فيكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقسام الفعل. والفعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ماض نحو كتب، ومضارع نحو يكتب، وأمر نحو أكتب. سبق لك أن جميع الكلمات تنحصر في ثلاثة أنواع: فعل واسم وحرف. وأوضحنا لك أن كل لفظ يدل على حصول شيء وزمنه يسمى فعلا. والفعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ماض ومضارع وأمر. فالماضي ما يدل على حصول شيء في زمن مضى، نحو كتب ودحرج وانطلق واستخرج. والمضارع ما يدل على حصول شيء في الحال أو الاستقبال، نحو يكتب ويدحرج وينطلق ويستخرج. ولا بد أن يكون مبدوءا بألف أو نون أو ياء أو تاء. بألف مثل أخرج، نون مثل نخرج، ياء مثل يخرج، تاء مثل أنت تخرج. والأمر ما يطلب به حصول شيء، نحو أكتب ودحرج وانطلق واستخرج. تمرين. إلى كم قسم ينقسم الفعل؟ ينقسم الفعل إلى ماض ومضارع إلى ثلاثة أقسام. ينقسم الفعل إلى ثلاثة أقسام: ماض ومضارع وأمر. بماذا تميز الماضي من المضارع والأمر؟ تميزه بأنه يدل على حصول شيء في زمن مضى. ثالثا، عين الماضي والمضارع والأمر من هذه الأفعال: فتح هذا ماضي، كسر ماضي، نقوم مضارع، أكل ماضي، يفهم مضارع، اذهب أمر، نسمع مضارع، اجلس أمر، أشارك مضارع، شرب ماضي، احفظ أمر، يحضر مضارع، قام ماضي. رابعا، عد 10 أفعال من كل نوع، يعني من الماضي مثلا كتب، فهم، دخل، درس. من المضارع يدخل، يفهم، يدرس، يستفيد. من الأمر أدخل، أدرس، استفد، وهكذا. خامسا، عين الأفعال بأنواعها والأسماء والحروف من هذه العبارات: القمر يستفيد النور من الشمس. القمر اسم، يستفيد فعل، نوعه مضارع. النور اسم، من حرف، الشمس هذا اسم. الكتاب خير رفيق وأعز صديق، لا يطلب أجرا ولا يكلف أمرا. الكتاب اسم، خير هذا اسم، رفيق اسم، وحرف، أعز اسم، صديق اسم، لا هذا حرف، يطلب فعل، نوعه مضارع. أجرا اسم وحرف، لا حرف، يكلف فعل، ما نوعه؟ مضارع. أمرا هذا اسم. أحسن إلى كل إنسان صدق في المعاملة، ولا تصاحب شخصا لا يعرف حق المجاملة. أحسن هذا فعل، نوعه أمر. إلى هذا حرف، كل هذا اسم، إنسان اسم، صادق هذا فعل، نوعه ماضي. في حرف، المعاملة اسم، وحرف، لا حرف، تصاحب فعل، نوعه مضارع. شخصا هذا اسم، لا حرف، يعرف فعل، نوعه مضارع. حق هذا اسم، المجاملة هذا اسم. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.